أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذن بعد مطالبات دامت لأعوام، أوصت لجنة حكومية عليا مشكلة من قطاعات حكومية بضرورة أخذ موافقة المرأة الحامل والموافقة الكتابية على إجراء فحص الحوامل من مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز. هذا ومن المنتظر أن يصدر القرار خلال الفترة القادمة وأن يتم تعميمه على كافة المرافق الحكومية والخاصة في المملكة. إذا مشاهدينا، هذا الأمر كان قد تعرض للقبول والرفض من عدة أطراف في البداية، إلا أنه في نهاية المطاف سيسهم في الوقاية والتوعية من هذا المرض، والتفاصيل في التقرير التالي. الرجل المصاب بفيروس الإيدز يمكن أن ينقل الفيروس إلى شريكته، وهي بالتالي يمكن أن تنقله إلى وليدها. وعلى الحوامل المصابات بفيروس الإيدز أن يعرفن أن الحمل قد يزيد مرض فيروس الإيدز سوءاً. فمن هنا أوصت لجنة حكومية عليا مشكلة من قطاعات حكومية بضرورة أخذ موافقة المرأة الحامل الكتابية على إجراء فحص الحوامل من مرض نقص المناعة المكتسب الإيدز. ففي كثير من الأحيان تكون المرأة حاملاً بالفعل عندما تكتشف أنها مصابة بفيروس الإيدز، إلا أن القوانين والمشاعر في مجتمعاتنا اتجاه مريض وفيروس الإيدز له دوراً كبيراً في اتخاذ قرارها فيما يتعلق بالحمل، لتقوم بعض العائلات بالضغط على النساء للولادة بأي ثمن، والبعض الآخر يشعر أن الولادة أثناء الإصابة بفيروس الإيدز قرار طائش وغير أخلاقية، وبذلك تكون المشاكل المحيطة بفيروس الإيدز والنساء معقدة، ويحتاج من يتلقى الفحص إلى الدعم. إذا مشاهدينا، للمزيد من التفاصيل أرحب بضيفتي عبر الهاتف الدكتورة سناء فلمبان، مدير عام برنامج مكافحة الإيدز في وزارة الصحة ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الإيدز. مساء الخير دكتورة. أهلا، مرحبا أختي، مساء النور. هلا، مرحبا، يعطيك العافية دكتورة. وسؤالي الأول هو بيكون عن أهمية إلزام النساء بهذا الفحص خلال فترة الحمل، وليه تحديدا موافقة كتابية؟ هو عموما طبعا المرأة بشكل عام هي نصف المجتمع، وبالذات طبعا المرأة الحامل التي سوف تنجب طفل، يفضل التأكد أن الطفل هذا سليم وليس مصاب بالإيدز. وبالتالي هذا نوع من الحملة العالمية التي تقودها المنظمات الدولية، والتي تتضمن عدم إنجاب أي طفل مصاب بالإيدز طالما أن الطفل، أن الأم وهي حامل تم اكتشاف إصابتها بالإيدز، وبالتالي هي تتمكن من الحصول على العلاج وبالتالي عدم إصابة الطفل بمرض الإيدز. وكلما كان الاكتشاف مبكرا خلال الثلاثة أشهر الأولى، كلما كان هنالك إمكانية كبيرة جدا أن يتم الطفل ولادته وهو غير معرض للإصابة بالإيدز. طبعا إذا خضع للعلاج خلال هذه الفترة الأم وبعد كده بعد الولادة لمدة 3 أسابيع. طيب دكتورة، يعني نفس النقطة، ليه موافقة كتابية؟ ليه في كل الأحوال ما يكون مطبق هذا القرار على الجميع؟ يعني كل سيدة حامل تقوم بهذا التحليل كجزء من البروسيجر أو من الإجراءات؟ هو طبعا هو نوع من الحرص على أن المرأة التي سوف توافق على إجراء فحص الإيدز يحق لها أن تحصل على مشورة ما قبل الفحص، وهي أعطاها جميع المعلومات العامة حول الإصابة بمرض الإيدز، وبعد ذلك يتم طبعا إجراء الفحص لها وتقديم مشورة ما بعد الفحص. طبعا مشورة ما بعد الفحص هي مهمة جدا في حال كانت أنه الإصابة بالإيدز ثبتت، وهي ساعتها تحتاج أنه هي تخضع لعلاج فيروس الإيدز خلال فترة الحمل وأثناء الولادة وما بعد الولادة لمدة 6 أسابيع، مع عدم إعطاء أو عدم رضاعة طبيعية للطفل. نعم. طيب دكتورة، أيضا بالنسبة لإمكانية انتقال الإيدز الفيروس طبعا من المرأة الحامل للجنين أو المولود، يعني ما هي احتمالية هذا الانتقال؟ وهل يكون الطفل في هذه الحالة حامل للمرض أم مصاب، أم تختلف من حالة إلى أخرى؟ طبعا كل ما كان اكتشاف الإصابة للمرأة بالإيدز مبكرا والتدخل الطبي مبكرا، كل ما كان القضاء على
انتقال فيروس الإيدز من الأم الحامل إلى الجنين بشكل أفضل، ولكن هو يظل جميع الناس أو جميع الأفراد سواء هم نساء أو رجال مجرد دخول فيروس الإيدز إلى جسمهم هم يعتبروا حاملين لفيروس الإيدز ويستطيعون نقل الفيروس إلى أي شريك آخر. طبعا في حال أنه هم أكبر فبالتالي أي طرف ينقل الإصابة إلى الطرف الآخر، ولكن بالذات الأم لأنه حرصها على أنها تنجب طفل سليم فهي سوف تتعاون مع الجهات الطبية أنها تأخذ العلاج بشكل منتظم، تخضع للعلاج خلال فترة الولادة، وبالتالي هي حريصة على أن تكمل مسار العلاج للطفل لمدة 6 أسابيع الأولى. نعم، أيضا دكتور عندنا تساؤل عن تفاصيل هذا الاختبار أو الفحص، هل يتم مثلا في بداية الحمل خلال أشهر معينة، هل هو عبارة عن تحليل دم أم هناك تحاليل أخرى مطلوبة؟ آلية الفحص يعني. هو طبعا جميع الأفراد الذين يتوقعون أنهم قد تعرضوا إلى الإصابة بالإيدز بطريقة ما أو بأخرى يفضل أنهم يلجأوا إلى إجراء الفحص الطبي مبكرا. كلما تم التأكد من الإصابة مبكرا والتدخل العلاجي المبكر كلما كان هنالك أفضلية تحد من تدهور الجهاز المناعي لدى الفرد، وبالتالي إذا المرأة تم فحصها قبل الحمل هذا وضع جدا جديد، ولكن إذا لم يتم فحصها قبل الحمل وتم فحصها خلال فترة الحمل خلال 3 أشهر الأولى هذا يعتبر مناسب جدا أن يتم إعطائها العلاج، وأفضل من أنه يكون اكتشاف الإصابة مؤخرا، ولكن سواء 3 الأشهر الأولى أو الوسطى هم أفضل من اكتشاف الإصابة خلال 3 الأشهر الأخيرة، ولكن في جميع الأحوال يفضل التدخل الطبي المبكر لضمان نتيجة أفضل أنه عدم انتقال العدوى من الأم المصابة إلى الجنين، كما ذلك أيضا يحتم أن المرأة الحامل أن تكمل على العلاج. هنالك طبعا نسبة في الإصابات المكتشفة حاليا في المملكة العربية السعودية أنه جميع الإصابات هي ضمن الدول الأقل نسبة في الإصابة، ولكن هناك نسبة في نسبة إصابات الرجال إلى النساء هم 5 رجال مقابل امرأة، وبالتالي هذا يوضح أنه هذا 5 الرجال يمكن لهم أن ينقلوا العدوى إلى شريكهم المباشر الزوجات، وهذا حرص أنه أي شخص مصاب بالإيدز سواء هو علم عن إصابته أو لم يعلم يفضل أنه لا ينجب طفل مصاب بالإيدز حتى لو انتقلت العدوى إلى الشريك المباشر. المشكلة دكتورة أن أحيانا السيدة للأسف لا يعني ما تكون عندها أو بالأصح هي تفاجأ أو تصدم بأنها مصابة بهذا المرض بالغالب يعني، لكن الشائع عادة أن الطفل المصاب بالإيدز يكون وضعه الصحي أسوأ من الشخص العادي، هل هذه المعلومة طبعاً صحيحة؟ هو طبعا لا، لأنه هو الطفل هو جنين فبالتالي جميع الأنظمة في جسمه هي لسه ما زالت مبكر أنها تعمل بشكل سليم، وبالتالي جهاز المناعي يكون بعده لسه لم يكتمل، فالضرر الفيروس على الطفل هو أكثر طبعا من ضرره على شخص مكتمل الوضع الصحي فيه بالنسبة للجهاز المناعي، والتدخل المبكر هو يحد من تدهور الجهاز المناعي، ولكن إذا جميع النساء صار عندهم أنهم مثلا حصلوا على معلومات الإصابة بالإيدز كيف أنهم يحموا نفسهم كيف أنهم يحموا أطفالهم من انتقال العدوى خلال فترة الحمل أو الولادة أو الرضاعة، أو بالتالي كمان يسهم في رفع مستوى الوعي الاجتماعي عن موضوع الإيدز، هذا يرفع المستوى العام لدى المجتمع وبالتالي يمكن من انتقال العدوى إلى الشريك المباشر أو التدخل المبكر في حال ثبوت الإصابة، أو بالتالي يسهم لدى المرأة أن هي كمان تحافظ على سلامة أسرتها، تستطيع أن هي تنقل المعلومات هذه إلى الشباب أطفالها مثلا، أنه يساعد أنه هي كمان كجزء نصف المجتمع أنه رفع مستوى الوعي الاجتماعي عن الإصابة بالإيدز، وإحنا بنتكلم على ولادة طفل فهو حرام أنه غير مسؤول، قد يكون الشخص الكبير هو مسؤول أو لو نوع مثلا من السبب في انتقال العدوى له إذا مارس أي من السلوكيات الخاطئة، علما بانه ليس كل المصابين بالايدز هم لهم سبب اساسي في الاصابه، وقد يكون انتقال العدوى عن طريق الدم او اي طريقه ثانيه. نعم طب، لكن معظم الاصابات التي يتم تسجيلها هي نتيجه الممارسات الجنسيه الغير محميه. نعم طب دكتوره، هذه المشكله ان طريقه انتقال المرض يعني سوت نوع من النفور حتى من التحدث عنه بالنسبة للبعض، الحمد لله بفضل مجهوداتكم ومجهودات الجميع صار في وعي أكثر، وإنه في أكثر من وسيلة يعني مو دائما الشخص هو قام بممارسة خاطئة ليصاب بهذا المرض،
لكن رغم ذلك لا يزال هناك تحسس من مسمى الايدز. فكيف كيف هذه الحساسيه اذا كانت طبعا تكون مفرطه بالنسبه لامراه حامل عندها مسؤوليه او روح، كيف انتم كجهه مسؤوله تتعاملوا مع السيدات؟ كيف هل هناك مثلا صعوبه في اقناعهن بالقيام بهذا الفحص؟ هو طبعا بالنسبه للمراه الحامل لا توجد اي صعوبه في اقناعها، لانه طبيعه المراه هي حريصه جدا على ان تنجب طفل سليم بحكم امومتها، بحكم احساسها بانه هي مفترض انه يكون لها طفل سليم. ولكن هو نوع من الوعي الاجتماعي. الوصم والتمييز ضد الاصابه بالايدز هي لا نعاني منها فقط احنا في العالم العربي، ولكن هي في العالم اجمع، ولكن قد تكون هذه نسبتها اعلى في العالم العربي نظرا لارتباط الاصابه بالايدز لسلوكيات مرفوضه اجتماعيا. ولكن مفترض ان احنا لا نعمم انه كل مصاب بالايدز هو قد اجرم وبالتالي هو اصيب بالايدز نتيجه اي سلوكيات خاطئه، لانه قد ينتقل من الزوج الى الزوجه وبالتالي الزوجه لم يكن لها اي يد في الاصابه، قد ينتقل نتيجه المشاركه في اخذ المخدرات عن طريق الحقن، قد ينتقل ايضا نتيجه نقل بعض مثلا نقول احد مشتقات الدم او نتيجه بعض الامور الاخرى وهو يسمى الوخز الملوث. ولكن بالعموم في العالم اجمع هناك نوع من الوصم والتمييز ضد المصابين بالايد، قد تزيد حدته في العالم العربي زي ما قلت لك نتيجه ارتباط هذه الاصابه بالسلوكيات المرفوضه اجتماعيا. ولكن كلما استطعنا ان نرفع الوعي الاجتماعي عن الاصابه بالايد وتحدثنا عنه ونقلنا المعلومات الصحيحه وحاولنا نصحح المعلومات المغلوطه حول انتقال الايد وساهمنا في رفع أو الحد من الوصم والتمييز ضد المصابين بالإيدز وأنه لهم الحق في الحياة الكريمة، لأنه الإصابة بالإيدز بحد ذاتها صحيح. هي ليست مشكلة، ولكن المشكلة تكمن في الردود فعل المجتمع تجاه هذا الشخص وحرمانه من حقه الاجتماعي، سواء حرمانه من الزواج أو من الدراسة أو من الحياة أو السكن أو والعديد من الأمور الأخرى التي قد تكون نوع من ردود الفعل السلبية لدى المصاب بالإيدز، وبالتالي قد يبدأ هو بنوع من النقمة على المجتمع الذي منعه من التمتع بحياة كريمة. طب دكتورة، عادة هؤلاء الأشخاص تكون ردة فعلهم هي تفهم المجتمع أم يصبحوا أكثر عدوانية أم حتى ينعزلوا عن المجتمع بشكل عام؟ بالعكس، كلما الآن طبعا احنا بنتكلم على أنه وضع الايدز وتفهم افراد المجتمع للاصابه بالايدز هي افضل عن ما كانت في السابق، الحمد لله. ولكن هي ليست الى الدرجه التي نطمح فيها، ما زال هنالك بعض الافراد الذين يفتقرون الى المعلومات الصحيحه حول انتقال العدوى، الذين يوسمون المصابين بالايدز نتيجه ربط الموضوع طبعا بسلوكيات خاطئه. وكلما ساعدنا على رفع هذا المستوى من الوعي الاجتماعي وان هؤلاء المصابين بالايدز هم افراد مثلنا مثلهم، هم صحيح. لهم الحق في الحياه الكريمه، ان يتزوجوا، ان هم يعيشوا، ان هم يعملوا، ان هم يصرفوا على اسرهم، ان هم يربوا اطفالهم، كل ما احتضناهم كل ما احنا حدينا من النقمه منهم الى افراد المجتمع، وبالتالي يؤدي ذلك الى التعايش الايجابي. كل من الطرفين له حق تجاه المجتمع يؤديه بحيث ان احنا نكمل مسيره الحياه بشكل طبيعي. طبعا دكتورة ما شاء الله مشهوداتكم سواء من قبل الوزارة أو الجمعية مشكورين دائما عليها، لكن أيضا هناك إضافة جديدة ممكن هي وسيلة متاحة للجميع للتعرف أكثر على هذا المرض وطريقة الوقاية والعلاج، في تطبيق أعتقد سيتم تدشينه في الفترة القريبة بيكون موجود على وسائل التواصل أو عفوا على الجوال ليعرف أكثر، حدثينا عنه لو سمحتي. بالضبط، هو التطبيق هذا هو تم تدشينه خلال الأشهر الماضية. هو تطبيق يتم تنزيله مجانا على الاندرويد وعلى الايفون، يوجد فيه جميع المعلومات، يوجد فيه اماكن وعناوين المراكز الفحص المشهوره واماكن المعالجه، واي شخص ينزل البرنامج هذا يستطيع ان يتم من خلاله التواصل المباشر على المختصين اللي يرد عليه، سواء اذا كان عنده اسئله عامه، اسئله عن معلومات، محتاج نوع من المشوره، محتاج نوع من الربط بينه وبين اي مركز بحيث انه يدلوه على اقرب مركز بحيث يتم الفحص. واحب اكد انه اي فحص يتم من خلال مراكز الفحص والمشهوره هو فحص لا يتطلب ابراز اي من هويات الاشخاص اللي يزوروا هذا المركز، يتم فحصهم وتقديم المشوره لهم ما قبل الفحص وما بعد الفحص،
وبالتالي يتم أيضا سؤالهم في حال ثبوت الإجابة، هل يفضلون أن يتم تحويلهم إلى أي مراكز المعالجة ليتم البدء والتدخل الطبي السريع حتى يتم الحد من تدهور الجهاز المناعي؟ طبعا أي شخص يزور موقع البرنامج، طبعا هذا التطبيق هو أول تطبيق في العالم العربي. إيش اسم التطبيق دكتورة؟ التطبيق يتم إدخاله، هو الناب، برنامج الوطني لمكافحة الإيدز، طبعا هذا الانيشنز حقته للناب، يتم تنزيله مجانا على أي من الأجهزة الذكية، وبالتالي يستطيع الشخص في أي مكان يتواجد فيه أن يتواصل مباشرة، يسأل يحط سؤاله ويتم الإجابة عليه. طبعا موجود أيضا موقع على الفيسبوك وعلى تويتر، إحنا بنرسل المعلومات يوميا تحتوي على عديد من المعلومات الجيدة، بحيث أنه يتم ربط المعلومات اللي لها علاقة بالأمراض المنقولة جنسيا بشكل عام، أنه مرض الإيدز وعدوى الإيدز هي أحد الأمراض المنقولة جنسيا، كيف يتم الحد من انتقال العدوى من الشخص المصاب إلى الآخرين، كيف يتم التأكد من عدم الإصابة، ما هو دور الشخص الإيجابي للإصابة تجاه مجتمعه وأفراد أسرته وتجاه نفسه، ما هو دور الشخص السليم في اي مثلا اتجاه الشباب اذا كانوا في اماكن تجمع الشباب او في مثلا في المدارس او في الجامعات. نعم. كل شخص يعتبر مسؤول في المجتمع للمساهمه في الحد من انتقال عدوى الايدز وازاله الوصمه والتمييز تجاه المصابين. اكيد طبعا دكتور، هذا بفضل مجهوداتكم. دكتوره سناء فلمبان، مدير عام برنامج مكافحه الايدز في وزاره الصحه ورئيس مجلس اداره الجمعيه السعوديه الخيريه لمرضى الايدز، شكرا جزيلا لك، وبانتظارك ان شاء الله المره الجايه دكتوره لكن هنا في الاستوديو. شكرا لك. إذا مشاهدينا، يعني مثل ما ذكرنا الإيدز هو مرض، نعم إن أكثر وسيلة ينتقل فيها الوسيلة الممارسات الخاطئة، لكن يفترض يكون عندنا وعي أكثر، رحمة أكثر في التعامل مع هؤلاء الأشخاص، ويا رب دائما ندوم عليكم الصحة والعافية. ومستمرين في سيدتي مشاهدينا، لكن من بعد الفاصل. أو مشاهدينا عفوا، انتهت فقراتنا لليوم، اسمحوا لي طبعا الوقت مر بشكل سريع معكم، استمتعنا جدا، لكن أكيد غدا يوم جديد وفقرات متنوعة من سيدتي. في أمان الله.